نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بڑا بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، پھر بھی نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بواز بلند صلوات، میرے معصوم امام فرماتے ہیں یوم غدیر کے دن جب کوئی مومن کسی مومن کو دیکھے اور اس کے گلے لگ کر ایک جملہ کہے، اللہم اجعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن ابی طالب، پروردگار کی آواز آتی ہے، تو نے اتنی بڑی مبارک دیا، اب جو مانگنا چاہتا ہے تو مانگ، میں خالق دینے کو دیا ہوں۔ اس جملے کو آپ مومنین سے اور بانیان مجلس سے میری التجا ہے، اس جملے کو جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اللہ مصطفیٰ اور آل محمد اس مومن پر راضی ہوں گے۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ ذکر پاک کی روحانیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کافی مجمع ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد
الغفار فقلت له أعيدك بالله يا أبت من أزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى لك أنه البدر في ليلة تمامه وكمال الصلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تهدى الكساء فأقبل لها السنة علي السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تهدى الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تهدى الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تهدى الكساء فدان الحسين عليه السلام نهم الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله السلام عليك يا من اختره الله أتأذن لي أن أكون معكما تهدى الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تهدى الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين نرى حيدر. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم، ها وما ولديك تحت الكساء؟ فأقبل علي عليه السلام تحت الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسجي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء والصلوات، ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء أو ما بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إنها أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمها ويأذنني ما يأذنها، أنا حربا لمن هربها وسلما لمن سالمها وعد لمن عادها ومهب لمن أهبها، إنهم مني وأنا منها. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه، وأذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا كمر منيرا ولا شمس مضئية ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأقان مهام سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مضعية ولا فلكا يدورا ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد آذن لي أن أدخل معكم وهل تآذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنوا
وفاد شعاتنا ورب الكعبة. عندما سيدوا فقال النبي الثانيان يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم إلا فرج اللهم ولا مغمى إلا وقاشف اللهم ولا طالب حاجات إلا وقد الله جاته فقال عليا عليه السلام إذا والله فضنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب بمحمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين اللهم صل على محمد وآل محمد خدايا آج کا یہ مقدس ذکر پاک میرا اللہ بانیان کی تمام اخراجات امام زمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کی دی قبول فرما خدا آج کے مقدس ذکر میں میرا اللہ جس مومن نے جو نظر نیاز میرا اللہ آج کے پروگرام میں جو کچھ بھی خرچ کیا ہے میرا اللہ آج کے پروگرام میں جو بھی خدمت کی ہے قدمِ در میں سخنے خدایا ان کی تمام نیاز اور خدمات نو قبول فرما محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ خدایا بانیان خدایا جشن پاک کے خدایا توفیقات میں اضافہ فرماؤ ان کے رزق میں وسعت عطا فرماؤ بالخصوص سید مصطفیٰ سرگرد نظام کی تمام پریشانیوں کا ازالہ فرماؤ ان کے دینی دنیاوی مقاصد کو پورا فرماؤ سید حسن رضا بخاری ملک اظہر عباس شیخ قیصر عباس شیخ زہد حسین غلام یاسین میرا اللہ انہ دے تمام دینی دنیاوی مقاصد نو پورا فرماؤ خدایا تمام شیعان حیدر قرار کی محبت فرماؤ تمام شیعان حیدر قرار کو آپس میں اتفاق و اتحاد میں مالامال فرماؤ آج کے مقدس دن کا واسطہ پروردگار عالمات کی مقدس شب کا واسطہ جتنے مومنین مومنات اس خدایا مقدس محفل میں تشریف فرمائے حاضر ہیں یا غیر حاضر تمام کے دینی دنیاوی شرعی حاجات کو پورا فرماؤ جو بیمار ان شفائیں کامل عاجل عطا فرماؤ جو مومن بے اولاد ان کو اولاد نرین عطا فرماؤ پروردگار عالم اس مومن کی بچی کو صحت کامل عاجل عطا فرماؤ خدایا جس مومنین مومنات میں ذمہ دعائیں لگن کی دعاؤں کو قبول فرماؤ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرماؤ دشمنان آل محمد کو نصف نبود فرماؤ دشمنان پاکستان کو نصف نبود فرماؤ دشمنان اسلام کو نصف نبود فرماؤ پروردگار عالم علی کی ولایت کا واسطہ ہمارے مولا آقا حجات مرحب کا جل ظہور فرماؤ مولا کی زیارت سے مشرف فرماؤ ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائیہ
في هذه الساعة وفي كل شو من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور محمد وآل محمد بابا دے بلند صلوات. سامعین محترم، تلاوت حدیث کے ساتھ